كلنا عارفين اننا ايام قليله جدا وهنحتفل بذكرى ثوره 30 يونيو المجيده، واليوم ده كان فاصل جدا في تاريخ مصر، كان بدايه مرحله جديده وسلسله كبيره من الانجازات في كل مجالات حياتنا. وحقيقي كان مهم جدا انه يتم توثيق احداث 30 يونيو والانجازات والتنميه اللي شهدتها مصر بعدها، وازاي ثوره 30 يونيو خلصت مصر من مصير مجهول. عشان كده معانا النهارده تقرير عن اهم الكتب اللي اتكلمت عن احداث 30 يونيو. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. ثورة حملت معها كل بشائر الخير، منحت الأمل وحررت الوطن من مصير مجهول. إنها ثورة 30 من يونيو التي سطرت لمصر فصلاً جديداً في تاريخها، أنهت فيه حكم الظلام وشقت للتنمية أبوابها في كل مجالات الحياة. وهناك العديد من الكتب التي وثقت لأسباب ثورة يونيو وكيف قضت على جماعة الإخوان الإرهابية وأهم الإنجازات التي تبعت قيام هذه الثورة العظيمة. ومن أهم هذه الكتب كتاب ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر، والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب ومؤلفه اللواء الدكتور مصطفى كامل محمد. يتناول هذا الكتاب تأثير ثورة 30 يونيو على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر في ضوء النتائج التي ترتبت على هذه الثورة، وعلى رأسها إقصاء جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر. كذلك كتاب ثورة 30 يونيو وملحمة بناء الجمهورية الجديدة الصادر عن حزب مستقبل وطن، والذي يحلل فيه عدد من باحثي الحزب إنجازات مصر داخلياً وخارجياً بعد ثورة 30 يونيو. وقد رصد الكاتب الصحفي محمد الباز في كتابه أيام مرسي كتاب الصدمات الكثير من التفاصيل والوقائع التي تبرز جرائم حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وأيضاً كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الذي قدم في كتابه ملخصاً للفترة الزمنية التي مرت بها مصر منذ يناير 2011 حتى يونيو 2013. لم تنتهي الكتب ولن تجف الأقلام التي ستقف كثيراً عند هذا التاريخ، ترصد وتوثق وتحلل لتتذكر الأجيال اللاحقة دوماً أن الطريق إلى المستقبل لم يكن أبداً سهلاً.